احنا يمكن وقعنا اليوم اكثر من اتفاقيه، ولو بقسمها لقسمين، قسم اتفاقيات تفاهم مع جهات لدعم وتمكين منظومه التقنيه الماليه بالسعوديه، فوقعنا مع فيزا لدعم تمكين تبني التقنيه وتمكين كذلك رواد الاعمال للعمل مع فيزا في بناء منتجات ابتكاريه جديده، وكذلك مع واعد فنتشر وهي الذراع الابتكاري والاستثماري لشركه ارامكو السعوديه، بالاضافه للمركز الوطني لنظم الموارد البشريه، والهدف منه هو تمكين رواد الاعمال، تمكين شركات التقنيه الماليه وزياده تبنيها. الجزء الاخر وهو الخدمات المخفضه، عندنا اكثر من خدمات مخفضه تم التوقيع للحصول عليها من لتحصل عليها شركات التقنيه الماليه في المملكه. وقعنا مع شركات الامن السبراني لتقديم خدمات الامن السبراني بنسبه او بمبلغ جدا مناسب لهذه الشركات، كذلك وقعنا مع اكثر من شركه، شركه لين تكنولوجي وهي شركه مصرفيه مفتوحه لتقديم خدمات الشركه لشركات التقنيه الماليه بشكل مخفض، وشركه فيس كي كذلك لتقديم شركات خدماتهم لشركات التقنيه الماليه بشكل مخفض. طيب يعني تحدث وزير الماليه يوم امس عن نمو في قطاع التقنيه الماليه بالسعوديه خلال 3 سنوات الماضيه، حدثنا عن هذا الموضوع، يعني كم نسبة النمو في عدد الشركات في هذا القطاع بشكل عام؟ طبعا احنا في فنتك السعودية نحصر الشركات العاملة بشكل مستمر، ولكن نعلن عنها فقط وقت تقرير فنتك السعودية السنوي، فوقت اعلان تقرير فنتك السعودية السنوي كان عدد الشركات العاملة في القطاع 147 شركة، بينما اليوم نتكلم عن وجود اكثر من 150 شركة عاملة في القطاع. طبعا النمو هذا اللي شاهدناه من 2018 لما بدينا الحصر الى سنة 22 نسبة النمو ب 14 ضعف سنويا تراكم، فهذه نسبة نمو كبيرة، وجود أنه 10 شركات عاملة في القطاع ب 2018 واليوم عندنا أكثر من 150 شركة عاملة. طبعا الطموح أكبر، أننا نبغى نوصل ل 525 شركة عاملة في هذا القطاع بحلول 2030 بإذن الله. طيب يعني كم خلنا نقول تمثل هذه الشركات اليوم من إجمالي القطاع صح التعبير، ويعني دورها في الفترة القادمة كيف تنظرون؟ طبعا احنا شركات التقنيه الماليه ما في شك انها تخدم يعني عده عوامل او عده جهات موجوده في عندنا في المجتمع، فانت تشوف اليوم شركات التقنيه الماليه حلول جديده مكنت الشركات او الشركات الصغيره والمتوسطه تحديدا على ايجاد حلول مالية وتمويلية جديدة، ساعدت الأفراد على الادخار بشكل أفضل، كذلك ساعدت على الأفراد على إيجاد فرص استثمارية جديدة سواء عن طريق حلول تمويل الملكية الجماعية من ناحية هيئة السوق المالية، أو والله إيجاد المستشار الآلي وغيرها من نماذج الأعمال الجديدة اللي قاعد تدخل في السوق وتمكن هالفئات الموجودة في السوق سواء على مستوى الأفراد أو على مستوى الجهات.